بمسحة واحدة هتتخلصي من حبوب المؤخرة وجلد الوزة اللي موجود في المؤخرة والمناطق الحساسة. إن شاء الله بإذن الله بالوصفة دي إن شاء الله هتعجبك جدا جدا، وهتخلصكم من كل الحبوب اللي موجودة في المؤخرة. تعالوا على طول يا بنات نشوف احنا هنعمل ايه. أول حاجة محتاجينها هي ملح الطعام بتاعنا العادي جدا، وهناخد منه معلقة، هناخد منه معلقة صغيرة كده او حسب المكان اللي انتي هتستخدمي فيه عايزة كمية قد ايه، دي حاجة ترجع لك انتي. تمام، هناخد معلقة كده زي ما انتوا شايفين، معلقة صغيرة او كبيرة يعني حسب ما انتي هتستخدميها في على منطقة قد ايه. يعني مثلا لو المؤخرة بس من غير الاماكن تانية فهتحطي معلقة صغيرة. ودلوقتي هنعمل ايه يا بنات، هناخد زيت زيتون. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا جدا وفوق ما تتخيلوا هيفيدكم. هنحط زيت زيتون كده يعني لحد كده ما ايه ناخد قوام سهل الفرد، يبقى بسيط يعني يتفرد بسهولة، مش عايزينه سايل قوي ومش عايزينه يبقى ناشف جدا. تمام يا بنات اهو، وهنحط شوية كمان. فعلا الماسك ده هيخلصك من كل الحبوب اللي موجودة في المؤخرة من اول يوم ان شاء الله. هتدعولي على الوصفة دي، زيت الزيتون في مضادات للاكسدة رهيبة يا بنات، حلو جدا. الوصفة دي تقدري تستخدميها كده خلاص من غير اي حاجة تانية، بس احنا طبعا عايزين نزود تفتيح ونضارة وتعقيم اكتر، فاحنا عايزين نزود حاجة بنات علشان يدينا نضارة كمان، يعني احنا هنعالج وهنفتح في نفس الوقت. هنحط معلقة صغيرة من دقيق الرز اهو، دقيق الرز او نشا يعني زي ما تحبوا، ممكن تحطي دقيق رز ممكن تحطي نشا. دقيق الرز ده هتجيبيه منين؟ بتشتريه من اي سوبر ماركت او ممكن تعمليه في البيت. انا بجيب شويه رز كده، كوبايه رز مثلا، وبغسلها وبسيبها شويه في الميه وبعدين بصفيها بنشفها جدا جدا. تقدري تحطيها في الشمس مثلا على صينيه كده في البلكونه لحد ما تنشف معاكي، وبعدين تطحنيها علشان ما تتعبكيش. لو حطيتيها مبلوله او الرز لسه مبلول فبيبقى صعب شويه في الطحن، وبحتفظ بيه عندي في الفريزر وقت ما بحب احتاجه، ما بحتاجه بجيب على طول. تمام، يعني مش بطحن كل مره. تمام كده يا بنات، يبقى معانا ملح ومعانا دقيق رز ومعانا زيت زيتون. هنحط ايه دلوقتي يا بنات؟ هنحط بيكربونات الصوديوم او صودا الخبز، او ممكن تستبدلوها البيكنج بودر. تمام يا بنات، اهي هنحط شويه صغيرين كده، ده طبعا تعقيم وتفتيح رهيب للبشره، هيخلصك من الحبوب فورا، هيخلصك من الحبوب من اول استخدام ان شاء الله. تمام كده يا بنات، تمام جدا. تقدري بقى دلوقتي نضيف ليمونه، ليمونه كده حابه تضيفيها كنبهة، مش حابه تضيفيها لو عندك حساسيه او حاسه ان هو هيقلمك شويه يبقى ما تحطيهاش. هو طبيعي ان هتحسي بحرقان شويه لان ده طبعا يعني علاج وبيموت الحبايه وبيخلي الحبوب تختفي تماما، فبالتالي هيديكي هتحسي بحرقان شويه. هتستخدمي الوصفه بتاعتنا كده تمام جدا جدا، الوصفه دي حلوه وفعاله ومجربه، وان شاء الله باذن الله هتدعولي عليها. هتتخلصي من حبوب المؤخرة والناس اللي عندها في الكوع هنا علشان بيبقوا ساندين عليه دايما، بيبقى ناشف وبيبقى فيه جلد وزة كده وبيبقى فيه حبوب صغيرة، برضو تقدري تستخدمي الوصفة دي معاها. هتعملي ايه بقى يعني تستخدمي الوصفة ازاي؟ هتكوني غاسلة المنطقة كويس جدا 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 ومنشفاها، يعني مش منشفاها قوي، عايزينها تبقى مندية. وهتبتدي تجيبي الماسك ده، ده ماسك سكراب يا بنات، هتحطيه على المنطقة اللي انت عايزة تشيلي منها الحبوب، وهتبتدي كده بحركات دائرية 15 دقايق كده. تمام، 15 دقايق بالشكل ده، وبعدين بعد 15 دقايق بالحركات الدائرية دي هتسيبي ده ماسك وسكراب زي ما قلنا، هتسيبيه على المنطقة اللي انت عايزة تتخلصي من الحبوب فيها، منطقة المؤخرة او ايا كان، وعلى فكرة حلو جدا للركب. هتسيبيه 10 دقايق وبعدين هتشطفيه بمية باردة علشان تقفلي المسام، وبعد كده بترطبي جسمك، واساسي لازم ترطبي جسمك بعد السكراب ده، عشان طبعا فيه بيكربونات وممكن يكون حامي شوية، فاحنا عايزين طبعا ترطيب بعدها، بس ان شاء الله بإذن الله هيخلصك من الحبوب حرفيا ان شاء الله. هتيجوا هنا وهتدعولي وهتقولوا كويس جدا، بس طبعا قبل ما تستخدموا الوصفة يا بنات ارجوكوا اعملوا اختبار حساسية، ارجوكوا. انا بزعل جدا لما حد يجي يقولي
انا عملت ماسك او او تعبني او عمل فيه حاجه انا فعلا ببقى زعلانه جدا، انا عايزه افيدكم مش عايزه اضركم. وزي ما بقول لكم دايما اعملوا اختبار حساسيه قبل استخدام اي ماسك طبيعي من عندي او من عند اي حد تاني. ماسك حلو جدا جدا ما شاء الله، يخلصك من حبوب المؤخره على طول ومن اول استخدام. يا رب اكون قدرت افيدكم يا بنات. لو وصلتوا معايا لحد هنا بفكركم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وجودكم بيسعدني جدا جدا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.